في الأنبار طالب عضو مجلس النواب عن محافظة الأنبار فارس الفارس طالب الحكومة بإعادة النظر بميزانية العام المقبل وتخصيص التعويضات اللازمة للمواطنين لإعادة إعمار المنازل المدمرة وإطلاق الدراجات الوظيفية بعد أن حرم منها أبناء المحافظة لسنوات عدة. يتطلب حقيقة نظرة خاصة واستثنائية من قبل الحكومة والبرلمان العراقي. أولا أن نراعي وضع الأنبار من في الموازنة العراقية، موازنة عام 2018، من ناحية الدرجات الوظيفية التي حرمت مثلا منها محافظة الأنبار في السنوات الماضية، سنوات الإرهاب وهجرة أبناء المحافظة، كذلك لتدمير البنى التحتية. والبرلمان العراقي صوت على أن المحافظة محافظة منكوبة، المحافظة المنكوبة يجب أن يعالج هذا الموضوع بتفاصيل معينة، تفاصيل تحتاج إلى تشريعات وإلى دعم استثنائي لهذه المحافظة، لكن لحد الآن للأسف لا نجد هذا الشيء وهذا الاهتمام المناسب لحجم المأساة التي مرت بها المحافظة، ولعل من أهمها التعويضات. نأمل حقيقة وسنعلي صوتنا أكيد في البرلمان من خلال لقاءاتنا، ونتأمل أن نحصل على شيء ممكن أن يخفف العبء اللي حصل على المواطن الأنباري، وأن يكون عام 18 عام خير وسلام واحتفال دائما بالنصر لأهل الأنبار وللعراقيين جميعا.